الحمد لله الملك العلام، والصلاة والسلام على نبي الرحمة ورسول السلام سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأئمة الأعلام، وسلم تسليما كثيرا. في الحديث الذي يرويه الإمام البخاري وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من سوء القضاء، ومعنى سوء القضاء هو في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: وقني واصرف عنا شر ما قضيت. فشر ما قضيت هو معنى سوء القضاء، ومعنى سوء القضاء أي ما يسوء الإنسان، ما يسوء الإنسان ويوقعه في المكروه، ما يجعله يستاء من مما يحدث له في أمر دينه أو دنياه أو ماله أو أهله أو عياله أو الخاتمة. فده استعاذة عامة من النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا إياها، إن احنا نستعيذ بالله عز وجل من سوء القضاء، ونداوم على هذا سائلين المولى العلي القدير سبحانه وتعالى أن يديم علينا العافية في الدين والدنيا والآخرة، ونستعيذ به سبحانه وتعالى من سوء القضاء، اللهم آمين.